ذات لاب سابق اللي عنده قل من ساعتين وعشرة بالنسبة للدوكور، وكذلك بالنسبة للإيلات عندنا هناك الأيو سي حالي هذا الماراثون اللي كان طموح مدينة مراكش واللي غادي ان شاء الله يمروا يوم 28 جويل كالعادة كيكون اخر ويكند من كل شهر جويل. هو ماراثون يعتبر اكبر ماراثون على الصعيد الافريقي والعربي. هذا العام هذا اللي كيميز هذه الكرة هو غادي نستقبلوا ان شاء الله مزيد على 8500 ديال العدائين واللي كيجيو من اكثر من 55 دولة اللي من قرار الخمس معناها ان العالم كله غادي يكون موجود معنا. ثم الاجانب الناس الاجانب كيمثلوا ما يزيد على 60% بالنسبة للماراثون وما يزيد على 30% بالنسبة للماراثون. فيه كذلك عداء مهم جدا بحيث واحد العدد مهم العداء اللي عندهم قل من ساعتين وعشرة دقائق وهذا مستوى عالي بالنسبة للذكور. بالنسبة للإناث عندنا عدد لا بأسابيع اللي عنده قل من ساعتين و30 وهذا شيء مهم جدا كذلك. أما بالنسبة لنفس الماراثون فأحسن العداء اللي كاينين المغاربة اللي يكونوا حاضرين معنا بما فيهم العداء اللي عنده الفرق القياسي ديال المغرب بالنسبة للماراثون. وهذا اللي ممكن نقولوا عليه ماراثون كبير مهم جدا. هذا العدائين يفوق المملكة العربية وكنعتبروا حنا الماراثون ديال المغرب كصح دابا كمدرسة كانت تنظم لها العدائين الكبار لا بالنسبة للمغاربة ولا بالنسبة للحجاز. هما زادوا أكثر في الماراثونات إما في هذا الماراثون في الماراثونات المقبلة إن شاء الله. شكرا.